الحمد لله والشكر. المهم هو 3 نقاط، كنا نقدر نسجل أهداف أكثر، لكن تعرف كل بدايات تكون صعبة. الكادر التدريبي يعني عندنا أكثر من حل اللي كانوا شبه الشوط الثاني نزلوا لاعبين غيرهم من مجريات المباراة. يعني أعتقد أنه يحتاج لنا 2 أو 3 مباريات رسمية ندخل بالفورمة ونفهم التكتيك المدرب أكثر. حتى مع عسكر تركي ممكن لعبنا مباريات ودية لكن مو مستوى الطموح، مو مستوى عالي، ما حصلنا فرق في المعسكر انه جبرنا نلعب مباراه واحده هي امام نفط ميسان ودخلنا البطوله الحمد لله. الاهم هو 3 نقاط، المستوى ممكن يتطور مستقبلا. شنو سبب غيابك عن المباراه؟ صار عندي شد عضلي بالمباراه الوديه، كان ممكن العب لكن يعني خطوره بها ممكن يكون تمزق. انه قلت ان اترك هذه المباراه ممكن اخسر لي يومين احسن ما اخسر شهر. لا، مباراة القادمة إن شاء الله جاهز، الدوري إن شاء الله الدوري. شكرا. عندي سؤال إبراهيم بايش وأيضا علي جاسم يكونون أول احتراف لهم، أنت عندك خبرة كبيرة بالاحتراف، نصيحة من عندك لهم اللاعبين؟ أكيد هم لاعبين، يعني خاصة بايش هو لاعب ممكن تجربته جيدة أكثر من علي جاسم. إن شاء الله أتمنى له التوفيق في الدوري السعودي ويفتح باب، هو ويوسف أمين أيضا يفتح باب اللاعبين الشباب القادمين إن شاء الله بوابة في الدوري السعودي والدوريات الخليجية. علي جاسم أيضا لاعب شاب، أتمنى له الموفقية أنه يصبر، هو طموح وإن شاء الله تجي فرصته ويرفع اسم العراق إن شاء الله هناك في أوروبا.